برحب بيكي احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات كابتن هيثم ابو عوف، طبعا عضو مجلس اداره شركه سكاي دايف فيروس. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين بقى نتكلم على راي حضرتك عن ايفنت النهارده. والله تنظيم الايفنت مش محتاج حد يتكلم عليه، الايفنت واضح زي ما احنا على طول اتعودنا من شركه استادات في التنظيم، حاجه هايله، حاجه محترمه جدا. الشراكة نفسها بين السادات الوطنية وبين البريد المصري أعتقد أنها دفعة كويسة قوي للرياضة المصرية، هيبقى فيها بنفت عالية قوي لكل الأطراف. أعتقد أنها بداية وهتبقى بداية قوية على طول إن شاء الله. يعني يمكن واضح كتير جدا في الفتره الاخيره ان في تطوير كبير جدا في الرياضه المصريه، يعني حتى مثلا سكاي دايف فيروز يمكن اول شركه دخلت هذه الرياضه لمصر، شايف ازاي ده التطوير؟ بصي، هو دايما المجالات الجديده اللي هي في اي حته في الدنيا بتبدا لازم يا اما تبدا قويه وتبدا مع شريك قوي زي شركه استادات. اعتقد ان شركه سكاي دايف فيروز هي حاجه حدث جديد في مصر، رياضه جديده لسه بتثار هنا في مصر. رد الفعل في الشارع المصري على الايفنتات الصغيره او القليله اللي احنا عملناها بالشراكه مع شركه استادات كان رد فعل قوي جدا اعلاميا ومن كل الناس. بنقدر نشوف ده من على السوشيال ميديا، من على الاسئله، من على الكومنتس. اعتقد برضو ان هي شركه يعني هيبقى ليها مستقبل كويس قوي جوه مصر ان شاء الله. يعني يمكن هدف من اهداف الشراكه دي هو عمل نموذج يحتذى به الوطن العربي وافريقيا، حضرتك شايف ده ازاي هينعكس على الرياضه في مصر؟ دايما احنا في شركه استادات وبالتبعيه شركه سكاي دايف فيروز احنا مش باصين للرياضه داخليا بس، احنا برضو عايزين نروح افريقيا وعربيا، وخصوصا ان الرياضه دي عربيا وافريقيا لسه رياضه برضو جديده، احنا بايونير في كل المنطقه في الشرق الاوسط وفي جميع الرياضات. يمكن اللي عندنا قبلينا كذا سكاي دايف حوالينا، وبرضو احنا باخدينهم بالنسبه لنا ان هي البدايه عشان دي مرحله الانطلاق بالنسبه لنا، فاحنا ان شاء الله باذن الله ناويين بالرياضه دي ننتشر في افريقيا والوطن العربي كله باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني ده كان لقائي مع كابتن هيثم ابو عوف عضو مجلس اداره شركه سكاي دايف فيروز، لسه مستمرين معاكم، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا، بشكرك هنا. شكرا جزيلا.